تحياتنا شباب، مخاليف مال تخريج فالشي راقي كلش، يعني الطيور نظافة خشونة وطيور ملح، يعني اقوى واحد بيهن يمكن بيدقه لو دقتين براسه والبقيه ملح، كل شيء ماكو. هاي الطيور صيد قاع جصان ذمه طيور ما عندي هواي، طبعا خمسه هن، هذني اربعه ملح واخوهن كبير مقبط راس ذاك عزلته هسه ان شاء الله راح اصور لكم اياه لان فاتح ذاك يحكي، وهذني خواته اربعه صغار مال تخريج واحتمال هم يحكون بعد ما اعرف انا، يعني ما عزلتهن. هاي الطيور كلهن سوى، فاللي يريد هسه خل اصورهن عن قرب. هاي الطيور شباب شفتوهن ملح صغار كل شيء ماكو، يعني بطنه يطلع بعد ما اعرف يقرا ما يقرا ما ادري. هذني مال تخريج اختصاص جناية، يعني الجناية اللي عنده طور حلو يخرج جوا، فالشي راقي بعد ما شاء الله. شوف الريش، شوف لونهن شلون حلو. هاي الطيور اربعة تك على 25 قفل بدون احراج، واخوهن الكبير هسه راح ينزل المقطع مالته اللي يريده ذاك اللي مقبط راس يعني مكمل لغات. تحياتنا.